التحدي كنت مسرورة جدا. بدأت بمسابقة تحدي القراءة عندما أخبرتني معلمتي عن هذا التحدي وبدأت تشرح عنه، وأخبرتنا أيضا أنه يتكون من مجموعة من القصص مثل علمي واجتماعي وخيالي. أعجبتني الفكرة وشاركت في هذه المسابقة. حلمي عندما أنتهي من هذه المسابقة وأتأهل منها وأفوز بها أن أذهب إلى دولة الإمارات المتحدة وأن أزورها وأن أكون صداقات جديدة هناك.